أطلقت في مدينة رام الله مبادرة فلسطينية لدعم الأفكار الإبداعية والخلاقة، والتي تمكن المواطنين من توطيد علاقتهم التاريخية بالأرض وتبرز للعالم المخاطر الجسيمة للمشروع الاستيطاني. مبادرة على الأرض تهدف إلى توفير فرص إضافية لتعزيز قدرة المواطن الفلسطيني على الصمود فوق أراضيه المهددة بالنشاط الاستيطاني المتواصل والمتصاعد. وتقوم المبادرة على دعم مجموعة من المشاريع التي يمكن تنفيذها محليا أو دوليا، وتوسيع نطاق المساهمين في التصدي للأنشطة الاستيطانية عالميا، على أن تكون الأفكار المقدمة واقعية ومبتكرة وقابلة للتنفيذ الفوري. في أفكار كثيرة لمواجهة الاستيطان ودعم صمود الشعب الفلسطيني، جوائز لتنفيذ مشاريع لدعم الفلسطيني على أرضه أمام التمدد الاستيطاني، منحفز الشباب والشابات على أفكار خلاقة وأفكار ابتكارية اللي نوقف الاستيطان. المبادرة في وقت الحالي مهمة لأنه في هجمة شرسة من خلال الحكومة الإسرائيلية بدعم الحكومة الأمريكية بطريقة ما شفناها من قبل، إن كان في بناء استيطان أو كان في مناطق محمية في أراضي محتلة لسرق الأراضي أو كبناء الجدار وسرق الأراضي، فالأرض الفلسطينية تحت خطر جدا جدا جدا، وهي مبادرة أحد المبادرات الموجودة في المجتمع الفلسطيني ليواجه هذا الهجوم الإسرائيلي.